طبيعة الحال بالنسبة لكفالة اليتيم ليست في درجة واحدة، فأعلى درجات كفالة اليتيم أن تضمه إليك، هذا أعلى درجات كفالة اليتيم، يعني أن تدخله بيتك فتطعمه من طعامك وتسقيه من شرابك وتلبسه من ما تلبس من ثيابك وتربيه كما تربي أولادك وترعاه، وإن كان له مال قمت على ماله خير قيام، هذه أعلى درجات كفالة اليتيم. المرتبة الثانية أن ترعى اليتيم وهو في مكان آخر، مثل ما هو حاصل الآن في العالم الإسلامي بسبب الحروب والفتن وكثرة الأيتام، أصبح من الصعب جدا أن الإنسان ينقل يتيم إلى بيته مع وجود مثل يعني الإجراءات وغير ذلك، فتقوم الجمعيات الخيرية بكفالة اليتيم وهم في أوطانهم، الجمعيات الخيرية تفتح باب كفالة الأيتام، فيكون كفالة اليتيم بالمال، أنت ترعاه بالمال، وهذا المال يشترى له الضروريات والحاجيات، ولا شك بأن هذه كفالة أيضا لليتيم، لكنها ليست في مرتبة الأولى، فهي نوع من أنواع كفالة اليتيم، وهذه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها. فكثير من الأيتام ولله الحمد بفضل الله عز وجل ثم برعاية أهل الإحسان وأرباب الأموال وأهل الخير، يعني أصبحوا ولله الحمد في مأمن على دينهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم، وأيضا ولله الحمد منهم من واصل دراسته وتعليمه وتخرج وأصبحت له وظيفة، ويذكر ويشكر ولله الحمد. فلذلك الإنسان لا يتساهل في هذه القضية، وأعتقد أننا بعد هذا الدرس إن شاء الله مباشرة نذهب إلى هذه الجمعيات، كل من يعني لديه قدرة واستطاعة يذهب إلى جمعية ويكفل يتيم من الأيتام.